المفاجأة بقى النهاردة معانا صينية فول. الفول النهاردة أنا هبدع في صينية كده، أنا أكلتها في عزومة فعجبتني قوي، افتكرتها مثلا كبسة، افتكرتها مقلوبة، صينية كده داخلة فيها فول بس وتكلفة كده وطحينة وطماطم، بقيت أغمس منها كده وأقطع زي الكنافة. هنعمل صينية فول النهاردة، أنا أكلت منها فهعملها لحضراتكم وبنفس التفاصيل اللي أنا شفتها لأنها عجبتني، والحاجة اللي بتعجبني بحب أعملها لحضراتكم عشان بحبكم. تعالوا نعمل برضو سريعا مع بعض كده صينية الفول الحلوة. معانا صينية على النار فيها زيت زيتون، الصينية دي فيها زيت زيتون وفتحتها نار، خلي بالك بقى اهو، تومة، شفت الجو ده كده اهو، تومة اهي، والتومة بتتحمر بالشكل ده كده اهو، شايفة صينية الكنافة دي حصرية، نشوف بعدين على الشاشة، ننزل بالكمون ده كده، ناخد الفول بتاعنا ينزل على التومة اهو، اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي اهو. صينية فول بتتكلم مصر لأول مرة وحقوق الطبع لدينا وبس. وهي بتتغلى على النار بننزل بالطحينة في الأطراف. يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ارسم مستقبلك على صينية الفول يا مغاز اهو اهو، دوائر مغلقة بفتحها مع المغاز اهو، ننزل بالطماطم اهو. بالله عليك انت لو قاعد على الفطار هتبص للشعرية، هتبص للحمة المفرومة، هتبص للكبدة، هي صينية الفول دي اهو. لسه ما خلصتش انا لسه اهو، زي الفل. معانا شوية بقدونس حلوين، فالطحينة بقى، الطحينة هنا هي السر. الطحينة دي لما بتغلي دلوقتي مع زيت الزيتون مع الطماطم مع مية الفول هتديكي مزيج حلو قوي. هتسيب الفول وتاكل الطحينة اللي طالعة نتيجة اختلاط مية الفول بالطماطم بالبقدونس بالتومة بزيت الزيتون. شفت التفاصيل عندنا اهو زي ما هي كده. للامانه وللمصداقيه دي هتخش الفرن تاخد وش صغير اهو، على ما نشوف اخبار الكبده بالتسبيكه. عصره ليمون كده على الوش، الف هنا وشفا. انا بحب الفلفل الحار على وش الفول، ما عندكيش فلفل حار هتحط معلقه ايه فلفله حلوه كده، هدخلها الفرن. دي تنفع في السحور يا شيف؟ والله ممكن في السحور، ممكن في الفطار، زي ما انت عايزه زي ما هي كده. اخدها الفرن بقى كده ادخلها واقول لها باي باي، اللهم صل على النبي. دي للامانه ما كانتش هتتعمل النهارده، هي في المنيو، لان انا قلت الوقت سرقني ومفيش وقت، فالاستاذه رحاب فاجئتني وقالت لي معاك وقت يا ابو غازي، فرحتني احلى ما تديني هديه اهو اهو. شفت الفول في قلب الفرن اهي، بتتكلم مصري، فيها كل التفاصيل، فيها الطحينه، فيها الطماطم، فيها زيت الزيتون، فيها التومه اهو. هنقفل الفرن. Thank you.